كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا جميعا. دي سفرتي النهاردة اللي أول مرة تشوفني معاكم، رانيا الجوهري على قناتنا على اليوتيوب. لو عجبكم محتوى القناة والوصفات اللي بقدمها اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس ولايك وشير الفيديو لو عجبكم. النهاردة هنعمل فراخ بصوص البصل، طعمها حكاية، ورز أبيض بالسمنة، شايفينه مفلفل ازاي. وهنعمل مع بعض الصوبيا وكمان الخشاف بالمية بتاعته اللي لونها تحفة، وكمان هنعمله باللبن والموز، وطبق سلطة غني جدا مفيد جدا جدا جدا. ما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبك. مقادير صينية الفراخ: معايا وراك، ممكن تعمليها في فرخة كاملة متقطعة برضو. ومعايا البهارات عبارة عن معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بابريكا، ورق لورا، وزعتر، وروزماري، وحبهان. ولو عندك حبهان بودر استعمليه برضو. وكمان 3 بصلات كبار مقطعهم بالشكل ده، وعليهم 3 فصوص ثوم. ومعايا سماق، هحط السماق على البصل بمقدار معلقة كبيرة، وهبدأ ألف الوراك بتاعتي بالليمون. غسل الوراك كويس جدا بالدقيق، وعمل لها محلول مية وملح والليمون، ما فيهاش أي تجمعات دموية. شايفين عاملة ازاي؟ كده تمام قوي. افتحهم كده وارش شوية كزبرة وشوية فلفل اسود، واجيب البايركس اللي انا هستعمله، هبدا احط فيه الوراك بعد ما تبلتها. اخلص الكميه وارجع لكم. خلاص كده، بعد ما تبلتهم بالبهارات اللي هي الفلفل الاسود والكزبره، هبدا ارش شويه ملح برضو. بابريكا. ممكن تعمليهم وتتبليهم وتحطيهم في الفريزر على الاستعمال على طول. وده زعتر اللي انا كنت جايباه معاكم في الفيديو المشتريات، هبدا افضيه كله. وهبدأ برضو احط شوية روزماري. وهبدأ احط بقية البهارات على البصل. والفه كويس قوي. خلاص كده تمام. هبدا اجيب ما بين كل ورك من تحت، واحط برضو نفس التتبيله، البصل جوه الوراك، احط كده نفس الكلام برضو هنا. هبدا احط شويه وشويه هنا. ممكن تسيبيهم كمان ساعة في التتبيلة دي وبعد كده تسوي. نفس الكلام وآخر واحدة.
البصل هيدوب جوه الفراخ وهيعمل صوص حلو قوي ناكله مع رز ابيض. الفراخ قعدت معايا ساعه في التتبيله دي، حطيت عليها معلقه زيت وزعتها على الوراق كلها، كده كده هي هتنزل دهونها، وهحط كوبايه ميه دافيه كده حلو قوي. وبعد كده هحمر الصينيه بورق الفويل واحطها في الفرن ساعه الا ربع، وبعد كده هشيل الورق الفويل واسيب الفراخ تاخد اللون وهوريها لكم بعد ما تستوي. هحطها في الرف اللي في النص على درجه حراره 200. نعمل مع بعض الخشاف بطريقتين، الطريقه العاديه اللي هي الميه وطريقه اللبن. معايا بلح مكسراه وغسلته كويس، ومعايا قراصيه ومشمشيه. هبدا احط الاول معلقه ونص سكر ومعلقه ونص سكر برضو هنا، ودي ميه سخنه وده لبن سخن. ده الموز ده ممكن نحطه على الاتنين، وممكن نحطه على اللبن بس على حسب ما اللي هياكل عايز الموز او لا. هبدأ احط القرصة مشمشية وشوية بلح علشان يطلع معاكي لون المية بطعم البلح وتسكيرة البلح، وبرضو هحط قراصية ومشمشية في اللبن، هحط شوية ونغسل البلح كويس جدا لان بيكون فيه رمل، وهحط هنا ممكن تعلي القيمة الغذائية تحط اي نوع مكسرات عندك. وهحط الموز هيدي طعم وقيمة غذائية حلو جدا، وهيخلي لون اللبن كمان وطعمه حلو جدا جدا جدا. ممكن تبدأي بيهم يومك، اول ما تصحي تجهزي الخشاف وتسيبيه لغاية وقت الفطار، هيديكي لون المية اللي كل الناس بتتجنن عليها وطعمها بيكون حلو جدا، ونفس الكلام اللبن. ان شاء الله هوريهولكم ساعة الفطار. هنعمل الصوبيا مع بعض. معايا لتر لبن ومعايا نص كوباية سكر، والصوبيا عمان دي حلوة قوي بستعملها سنين وسنين طعمها تحفة. هبدأ احط اللبن واحط شوية سكر بس مش كتير، يعني بمقدار نص كوباية بس. ايه يعني ايه، انت ظبطي السكر اللي انت عايزاه. وهحط كمان 6 معالق، 1 2 3 4 5 6. هخفقهم وارجع لكم واشوف السكر عايز يتظبط ولا لا، بطرف اللسان كده زي ما متعودين، مش فطار هو. اوكي خلاص كده خلصت معايا اللتر اللبن. انا كملت بقيه اللتر، اخد معايا اقل من ربع السكر لاني ما كملتش السكر كله. وخلاص كده وهحطها في الازازه تسقع، وكل سنه وانتم طيبين. وادي الطاجن بعد ما طلع، شايفينه عامل ازاي؟ والصوص بتاعه حلو جدا، جربوه بالطريقه دي هيعجبكم. ده فطرنا النهارده، صينيه بطاطس بصوص البصل ودي السماء، شكلها حلو جدا وطعمها احلى.
وكمان رز ابيض بالسمن البلدي، شايفينه مفلفل ازاي، وطبق سلطة فيه جميع انواع الخضار. لازم ناكل خضار كويس جدا في الفطار والسحور. وعملت كمان معاكم الخشاف باللبن، وكمان العادي اهو شايفين المية بتاعته عاملة ازاي، وكمان الصوبيا. يا رب اكون خدتكم لو بمعلومة صغيرة، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، واشوفكم على خير مرة تانية ان شاء الله، وصفة جديدة او روتين جديد.